أهلاً ومرحباً بكم مجدداً طلابي. في هذا المقطع سوف أقدم لكم تلخيصاً مبسطاً حول مادة الأسبوع الخاصة بنا، فلنتابع معاً بتمعن. في مطلع كل أسبوع نتساءل، متى سنفعل خلال هذا الأسبوع؟ والآن سنتعرف إلى الإجابة. في هذا الدرس عزيزي الطالب سوف نتحدث عن سورة الأنفال التي تبين في هذه الآيات الكريمة عدداً من صفات المؤمنين، ثم تذكر الجزاء الذي أعده الله تعالى لهم يوم القيامة. سوف نقوم بالتعرف إلى المفردات والتراكيب الخاصة بالسورة، ثم سوف ننتقل للموضوعات الرئيسة للآيات الكريمة التي تتحدث عن بعض صفات المؤمنين، والتي منها الخوف من الله تعالى، كذلك زيادة الإيمان عند سماع القرآن الكريم، والتوكل على الله تعالى، والمحافظة على الصلاة، والإنفاق في سبيل الله. ثم بعد ذلك سوف نتحدث عن موضوع جزاء المؤمنين الذي يبينه الله سبحانه وتعالى من خلال الآيات الكريمة، ثم سوف يقوم الطالب بتنظيم التعلم الخاص به بالإجابة عن الأنشطة التفاعلية الخاصة بالدرس، ثم اختبار المعلومات. في هذا الدرس عزيزي الطالب سوف نتحدث عن سورة الأنفال التي تبين في هذه الآيات الكريمة عدداً من صفات المؤمنين، ثم تذكر الجزاء الذي أعده الله تعالى لهم يوم القيامة. سوف نقوم بالتعرف إلى المفردات والتراكيب الخاصة بالسورة، ثم سوف ننتقل للموضوعات الرئيسة للآيات الكريمة التي تتحدث عن بعض صفات المؤمنين، والتي منها الخوف من الله تعالى، كذلك زيادة الإيمان عند سماع القرآن الكريم، والتوكل على الله تعالى، والمحافظة على الصلاة، والإنفاق في سبيل الله. ثم بعد ذلك سوف نتحدث عن موضوع جزاء المؤمنين الذي يبينه الله سبحانه وتعالى من خلال الآيات الكريمة، ثم سوف يقوم الطالب بتنظيم التعلم الخاص به بالإجابة عن الأنشطة التفاعلية الخاصة بالدرس، ثم اختبار المعلومات. وهكذا أحبتي نكون قد أنهينا أسبوعاً سعيداً معاً. في نهاية الأمر أتمنى لكم أسبوعاً سعيداً وعطلة ممتعة. إلى اللقاء.